وإلى الوضع الأمني في ليبيا، حيث حذر رئيس مؤسسة النفط الليبية من وقوع هجمات أخرى ما لم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية. إلى ذلك قالت القوات المسلحة الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا إنها أجبرت مقاتلي تنظيم داعش على الانسحاب من مدينة أجدابيا وتحريرها بالكامل من الجماعات المتطرفة، كما أجبرت مقاتلي التنظيم على الانسحاب من عدة مناطق في بنغازي وسيطرت على ميناء المريسة الاستراتيجية.